ما في حد بده اي سؤال من الاساينمنت؟ مش واضح. انا الاجوبه الكي سوليوشن اوريدي نزلتهم، فاذا في حدا بدي اوضح له اي اجابه شفتوهم الكي سوليوشن. في حد عنده اي سؤال؟ كله تمام دكتور. اوكي، كل الأجوبة موجودة. إذا في حدا مش فاهم أي سؤال يحكي لي بعيد له إياه. تمام، خلينا نخلص شابتر تحويل من الجرامر لفاينايت أوتوماتا وبالعكس. ناخذ مثال عليه سريع. convert following grammar into finite automata. دي طب سؤال، بقدر اكتب جرامر بهذه الطريقة؟ ايه مثلا تساوي هيك صح؟ دكتور ممكن لا، لأنه لازم يكون على الشمال لانجوج كابيتال كله. على الشمال لازم يكون one variable بس. دائما على الشمال لازم يكون one variable. اوكي، مطلوب مني، عندي هاي جرامر، مطلوب مني اخذ هاي الجرامر واعملها فاينايت اوتوماتا. طيب سؤال، هلا هاي الجرامر لينير؟ يس. هل هي ليفت لينير ولا رايت لينير؟ لا هاد ولا هاد. ليه؟ لانه عندي اكثر من فيرابل بالنص. اعطيني ب واحد مثلا، احد البرودكشن رول اللي بتعمل فيوليت انها مش رايت لينير. البي دكتور مثلا، ايوه لا هي على اليمين ولا هي على اليسار الفيرابل. البي اللي هي على اليمين ولا على اليسار؟ شباب انا المحاضر الماضي حكيت انه البرودكشن رول على صورة variable بروح لفاريبل،
أو variable بروح للterminals هاي ما بتأثر، تمام؟ ما بتحدد ولا بتأثر، يعني مقبولة بالleft linear ومقبولة بالright linear، واضح؟ أنا المحاضرة الماضية حكيت إنه هاي البرودكشن رولز مالهم ما بيأثروا، يعني هاي بقدر أعتبرها left linear أو right linear، هاي نفس الشيء، تمام؟ هلا مين اللي بيأثر؟ لو أنا عندي على سبيل المثال S على سبيل المثال بتروح ل AA أو BB مثلا، طبعا هاي هيك صارت لا هي left ولا هي right، لأنه فيها production rule right و production rule left، أما هدول ما بيأثروا، واضح؟ ما بيعملوا violate لل left linear أو right linear، فما بتقدر تيجي تحكم تحكي إنه لأن أنا عندي variable بروح ل variable معناته هاي هيك أو هيك، هاي ال variable بروح ل variable بقدر أعتبرها left وبقدر أعتبرها right حسب إيش ال grammar اللي عندي. أنا ال grammar اللي عندي هاد right linear لأنه ال variable على ال right، وما في عندي ولا production rule ال variable مثلا بالنص. لو عندي على سبيل المثال variable بهذه الطريقة S بدها تروح ل A أو مثلاً A B، واضح؟ هاي أكيد violate، ليش؟ لأنه هذا الفاريبل اللي هو على اليسار ولا هو على اليمين، هاي غير مقبولة. أو عندي على سبيل المثال بروح لتو فاريبل مثلاً A A B، هاي غير مقبولة لأنه هاي أصلاً not linear. هاي اصلا مش لينير، في تو فاريبلز عندك، واضح؟ هاي الفاريبل اللي هو اقصى اليسار ولا هو اقصى اليمين، اما فاريبل بروح لفاريبل هاي اكسبتد، واضح يا شباب؟ اكسبتد بالطرفين بالليفت وبالرايت، ما بتعمل لي فيوليت لا للليفت ولا للرايت، واضح؟ إذا هاي بعتبرها left linear ولا right linear؟ right right linear. بما إنها right linear grammar هل بعتبرها regular grammar؟ أي شباب هل هي regular grammar؟ yes إذن بعتبرها regular grammar لأنه regular grammar إما left linear أو right linear، أي grammar هو left linear أو right linear هو regular grammar، واضح؟ هاي أسئلة ممكن أجيب لك grammar وأسألك عنها، أحكي لك هذا grammar linear ولا مش linear، هل هو right linear ولا left linear، أو لا هيك ولا هيك، هل هو regular ولا مش regular، لازم تعرف تفرق، سهل جدا ما فيها إشي. عشان اعرف لينير ولا لا بشوف الرايت هاند سايد من كل الرولز، اذا فيها وان فاريبل معناته لينير، اذا كلهم ماشيين على قاعده الرايت لينير اعتبره رايت لينير، اذا كلهم على قاعده الليفت لينير ليفت لينير، اذا في مشكل بين الليفت والرايت لا هيك ولا هيك، يعني اذا قاعده ليفت وقاعده رايت معناته الجرامر كله لا هو ليفت ولا هو رايت، اذا الجرامر طلع معاي ليفت لينير او كله يعني او رايت لينير بعتبره ريجولر جرامر، تمام يا شباب؟ طيب هلا عشان اعمل فاينايت اوتوماتا مكافئ لهذا الجرامر، ايش اول خطوه حكينا بنسوي؟ ايش اول خطوه بنسوي يا شباب؟ نبلش اول شيء من اس دكتور، اول شيء بنحط كل الفاريبلز، بناخذ كل الفاريبلز الموجودين عندي وبعملهم states، تمام؟
اوكي وبضيف فاريبل ستيت زياده تمثل الفاينل. اوكي فاينل ستيت. هاي اول خطوه. هلا وبخلي الستارت فاريبل او الستارت فاريبل هو ستارت ستيت. هاي اول خطوه. هلا ببلش امشي عليهم. الاس بدها تروح ل اي اس. كيف بدنا نسويها؟ الاس بتروح لوين؟ ل اي. تمام. كمان اي وترجعني لوين؟ للاس. للاس. والاس بدها تروح لوين؟ لبي. لاحظ طب هون اس بتروح لبي، في ايش اس بتروح لبي؟ ما في عندي هنا فاريبل، ما في عندي هنا تيرمينال. كيف بدي امثل اس بتروح لبي؟ لامدا دكتور. لامدا بالضبط. حسن لامدا. طيب واس بدها تروح لاي اي خلال شو؟ عن طريق اي سمول. عن طريق اي سمول. هيك خلصت دكتور. كل البروتكشن رولز تاعون اس. يس بزبط من الكومبوننت الواحد نطلع منها اكثر من سهمين. بزبط نطلع منها 10 اسهم لان انا عم برسم ان اف اي. انا قلت لك حوليها لفاينايت اوتوماتا. قلت لك دي اف اي او ان اف اي بدك اياه. الان اف اي بتقدر تطلع 10 اسهم عندك، ما عندك مشكله. عشان هيك اسمها نون ديترمينستيك. معي؟ طيب هلا البي بتروح لوين؟ كيف بدي امثل البي بتروح لبي بي؟ لوب على البي بي. لوب على البي في بي بالضبط. طيب البي بتروح للامدا، كيف مثلها هاي؟ قلنا عندنا طريقتين مثلها. ايش هم دكتور؟ ممكن تروح على الاي بفاينايت، بتروح على الاي هون، البي بتروح للامدا، كيف مثلا البي بتروح على الاي؟ ما لها دخل الاي بالموضوع. بتصير فاينل قصد دكتور. بالضبط بتصير فاينل. اول تمثيل الها انها البي اخليها فاينل. طريقه ثانيه بخليها تروح على الفاينل ستيت بلامدا. واضح؟ طبعا فاينل ستيت اللي عملتها جديد اللي اضفتها. طيب هلا الاي بتروح لاي بي. الاي وين حتروح؟ للبي من خلال ايش؟ الاي سمول. والاي بتروح لحالها من خلال اي سمول كمان. طيب الاي بتروح لاي سمول لحال، كيف بدي امثل؟ على الفاين. موضوع جدا سهل، اعطيتك كل الاحتمالات اللي ممكن تجيك، يعني ما في اكثر من هيك. طبعا عشان احول الجرامر لفاينايت اوتوماتا ايش لازم يكون؟ هل اي جرامر بقدر امسكه واحوله بهذه الطريقه؟ لا، لازم تكون ريجولر. لازم يكون ريجولر، لازم يكون رايت لينير. ليفت لينير ما بقدر احوله هيك. واضح؟ اذا الجرامر عشان اقدر احوله لفاينايت اوتوماتا لازم يكون رايت لينير. الجرامر اذا مش رايت لينير الجرامر لازم احوله لرايت لينير الجرامر عشان اقدر امثلها. طب اذا ليفت لينير، الليفت لينير بحوله لرايت لينير بعدين بمثله، لانه الرايت لينير دايركت عندي فاريبل بصير ستيت، فاريبل بروح لفاريبل سهل جدا من خلال الترانزيشنز دايركت. بس الليفت لينير انا عندي بالعكس، عندي مثلا اس بدها تروح لاس اي بي، كيف بدي امثلها هاي؟
تمام ما بقدر تمثلها دايركت، لازم تحولها لايش؟ لرايت لينير. طيب الاشي الثاني اللي حناخده اليوم اللي هو كيف تحول العكس. هنمشي على السلايد بعدين ناخذ عليه اكزامبل كيف نحول بالعكس، يعني من finite automata لرايت لينير جرامر. هلا تحويل من جرامر لفاينايت اوتومات اخذنا عليه امثله، اتوقع صار بالنسبه لنا واضح. اوكي هلا بقول لي طيب في حاله الليفت لينير، the case of left linear grammar ايش بدي اسوي؟ بقول لي افترض انه جي هي عباره عن left linear grammar، كيف بدنا نثبت انها بتعطيني regular grammar؟ نثبت عشان اقدر ارسم لها finite automata. انا ما بقدر ارسم مباشره من left linear لfinite automata، فبقول لي we'll construct right linear grammar. تمام هنبني right linear grammar من left linear grammar. هلا الجرامر اللي ببنيه تمام بيطلع معاي ريفيرس لللانجوج الاصليه، بطلع معاي ريفيرس لللانجوج الاصليه. اعطيك مثال عليه، انا مش حطالبكوا فيه يعني، اوكي حطالبك بس بالرايت لينير بس فور يور انفورميشن. يعني لو انا عندي على سبيل المثال قلت لك find finite automata for the following grammar. قلت لك الجرامر عندي سمي grammar 2 بس بدها تروح let's say class A أو A B B. هناخده بسيط أوكي، وال A بدها تروح ل A B او لامدا. ماشي هلا بقول لي عشان اقدر هاد امثله بفاينايت اوتوماتا، اول خطوه كونفرت انتو رايت لينير جرامر. فنحوله ل نسميها جي 2 برايم. كيف بدي احوله؟ بدي اعكس كل رول، الاس بتروح لاس اي بدي اخليها لاي اس، الاس بتروح لاي بي بي بدي اخليها بي بي اي، الاي بتروح لاي بي بدي اخليها لبي اي، اس اي بتروح للامدا ما حتتغير، لما اعمل ريفرس لهون ما حتتغير. تمام هلا الجرامر هاد ايش علاقته بالجرامر هاد؟ يعني جي 2 برايم ايش علاقته بجي 2؟ اللانجوج تبع جي 2 بدها تساوي الريفرس تبع اللانجوج اوف جي 2 برايم. يعني هاد فعليا الجي 2 برايم ما بيمثل نفس اللانجوج اللي بيمثلها جي 2، بيمثل الريفرس تبعها. الفاينايت اوتومات اللي حتطلع ما حتمثل اللي هو ايش الجي 2، حتمثل الريفرس تبع جي 2. فهو لا خلينا نمثلها. هلا صار عندي هون رايت لينير، سهل امثلها ستارت ستيت وعندي A،
وبضيف من عندي final state. اوكي هلا الاس بتروح لاس تعمل لي لوب هاي، والاس بتروح لبي بي اي، اوكي والاي بتروح لبي اي، والاي بتروح للامدا. طيب انا اللي طالبه اني اطلع فاينايت اوتوماتا لهذا الجرامر مو لهذا الجرامر. هلا الخطوه الاولى اذا حكينا كونفرت انتو رايت لينير جرامر، الخطوه الثانيه اوكي فايند الفاينايت اوتوماتا بتمثل الجي 2 برايم، هلا الخطوة الثالثة والأخيرة بدي أعمل ريفيرس للفاينايت أوتوماتا، ريفيرس هاو بنحكي أخذناها هاو تو ريفيرس فاينايت أوتوماتا. How to reverse a finite automata. Start state. إيش مخليها؟ خليها final state. والfinal state نخليها start. Okay. هي واحد اثنين ثلاث reverse all transition. Reverse the direction. Of. All transition. عشان هيك انا ما طلبت فيها بس هي انا كنت اعطيها بس شفت الطلاب كتير بلخبطوا فيها ف الغيتها. طيب هلا كيف بدي انا اسوي هون؟ قلنا الستارت بتصير فاينل والفاينل ستارت، يعني خلينا نرسمها مع بعض. هاي الاف هتصير ستارت، وببلش امشي من الاف بالعكس. ايه كانت تروح لاف، هلا الاف هي اللي حتروح لايه، صح؟ هلا الايه كانت تروح لنفسها بي، حتضلها تروح لنفسها بي. لما اعمل ريفرس للسهم حضل يؤشر على نفس الاي. كان عندي هون ستيت بتروح للاي، هلا اي هي بتروح لهي الستيت من خلال بي، تمام. هاي الستيت كانت تروح للستارت بي، تمام. والاس قلنا حتصير ايش؟ final state. الاس هتصير final state واللوب قلنا ما بتغير. لاحظوا هلا طلع معي finite automata لمين؟ للجي 2. يعني هون المشين هاي ام تساوي ال اوف جي 2 جي 2 يس، تمام. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ طب كيف بدي اتاكد والله انه هي بتمثلها؟ خذ اي سترينج بدك اياه بتلاقيه بمثل هون بالجرامر. اعطونا اي سترينج لهذا الجرامر بلونج. لاحظوا هون ايش عندي سترينج بلونج لهذا الجرامر. عندي مثلا 3 بيز، لو اخذنا اس بدها تروح ل A، او خلينا نروح ناخذ شيء A و B. اس بتروح ل اس A، بعدين ال A بدها تروح ل A B B،
من الديريفيشن اس بتروح لاس اي والاس بتروح لاي بي بي تمام بعدين الاي بتروح للامدا صار عندي بي بي اي هل بي بي اي هون بيلونج يس خد بي بي بعدين اي لوب مره واحده قدرت اطلع هذا السترينج واي سترينج داز نوت بيلونج هون داز نوت بيلونج برضه بهاي المشين مين يعطيني string does not belong لهاي ال language تبع هذا الجرامر اي شباب مين يعطيني a string does not belong لهذا الجرامر BA 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 ما بقدر اسويه انا من هون من الاس بدك تاخذ بي وحده اي عفوا كابيتال طيب خلينا نجرب هاي الاس لو انا BA انت بتحكي بيلونج ولا داز نوت بيلونج نوت بيلونج داز نوت بيلونج لا انا بحكي بيلونج الاس بتروح لاس اي بعدين الاس بتروح لاي بي بي اه صح كلامك 100% ليش لان كل اس عشان اقدر انتقل للاي لازم اخذ تنتين بي فالبي اي داز نوت بيلونج طب نشوف بقدر اعمل بي اي بهاي الفاينايت اوتوماتا لا نو ما بقدر اعمل بي اي بدي بي تو بي على الاقل عشان اوصل للفاينل ستيت واضح فهون عشان تعمل تشيك تاكد انه حلك صح اوكي خذ لك اي سترينج عشوائي من هون ومن هون واضح شباب كيف انا بقدر احول ليفت لينير جرامر لفاينايت اوتوماتا ثلاث خطوات بدي احوله للرايت لينير بعدين امثلها بعدين اعمل ريفرس الفاينايت اوتوماتا اللي بتطلع معي بقدر اطلع ايش فاينايت اوتوماتا لهذا الجرامر طيب هلا الاشي الثاني اللي بنعمل له بروف اللي هو لو انا عندي فاينايت اوتوماتا او انا عندي ريجولر لانجويج تمام هل بدي اثبت انه اي ريجولر لانجويج في الدنيا بقدر اعملها regular grammar عشان اثبت هيك بما انه هي language regular معناته بقدر اعملها finite automata هلا بدي اثبت انه اي finite automata لها regular grammar تمام اذا البروف let m be nfa بما انها language regular بالتالي لها nfa من هاي ال nfa m اعمل regular grammar من هاي ال NFA اعمل regular grammar فأنا بدي أثبت إنه أي NFA بقدر أعملها regular grammar عن طريق example عن طريق example عشان نأخذ طريقة التحويل لو أنا عندي هاي ال NFA كيف بقدر أعملها regular grammar هلا بقول لي convert M to a right linear grammar كيف خذ the start state خليها هي the start variable يعني بالعكس اللي سويناه قبل شوي او المحاضره الماضيه كان لما كان عندي جرامر بدي احوله لفاينايت اوتوماتا كنت اخذ الستارت فاريبل اخليه ستارت ستيت هون انا بدي احول بين فاينايت اوتوماتا لجرامر فبالعكس باخذ الستارت ستيت بخليه ستارت فاريبل هلا Q0 بدها تروح ل A Q1 واضح Q0 بتروح ل A Q1 بعدين بكمل في باقي الرول يلا مين كمل لي اياهم Q1 لبي Q1 or AQ2 بعدين Q2 state
اذا هون اخذت الترانزيشن تبع كيو 1 عنده تو ترانزيشن كيو 1 بتروح طالع منها A وطالع منها B طلعت لهم تو برودكشن رولز هلا انتقلنا كيو 2 تفضل كيو 2 ايش كيو 2 ولا بي كيو 3 في داعي احطها كيو 3 ولا لا لانها فاينل او هاي طريقه مقبوله لو قلت له كيو 2 بتروح لبي وخلاص وقفت اوكي او قلت له كيو 2 بتروح لبي كيو 3 وكيو 3 وين بتروح لكيو 1 لامدا لامدا اوكي لسه هون لاحظ ده كيو 1 اتفاري لازم اخذ الكيو 3 ليش لانه في عنده ستيت طالع منها سهم ترانزيشن طالع منها ترانزيشن يكون كيو الفاينل طالع منها ترانزيشن لازم اخذ كل شيء هلا لاحظوا كيو 2 قلنا بتروح لبي كيو 2 بتروح بي لكيو 3 قلنا Q2 بدها تروح ل BQ3 اوكي ولا Q3 لو بدها تروح ل Q1 ل Q1 او لمده Q هو لمده Q1 هنا او خلص Q3 معنا ما بتروح Q3 ل Q3 هلا لانها final state وخليها تروح للمده تمام واضح اذا طريقه التحويل كالتالي نبلش بالستارت ستيت نخليها هي الستارت فاريبل وبنمشي مع الباث q0 بتروح ل aq1 والq1 بدها تروح ل bq1 او ل aq2 q2 بدها تروح ل bq3 حتى لو فاينل بكمل والq3 بدها تروح ل q1 هلا كل الفاينل ستيت بخليهم يروحوا للامدا For all final state بضيف لهم هاي البرودكشن رول خليهم يروحوا لوين للامدا تمام فبنضيف دائما final state بنخليها تروح للامدا اوكي فبقول لي القاعدة for any transition لأي transition موجود عندي جاي بين two states ضيف هاي البرودكشن رول تمام هذا الترانزيشن طالع من state Q رايح على state P فبالتالي بضيف البرودكشن رول Q بدها تروح ل AP تمام ولأي final state بدنا نضيف هاي البرودكشن خلي الفاينل ستيت يروح للامدا هاي القاعده العامه تمام خلينا ناخذ كمان اكزامبل عليها او خلينا نحل من الورك شيت خلينا نحل اسئله الورك شيت What is the language generated by the grammar G? ايش اللانجوج هون يا شباب؟ ايش اللانجوج؟ هاي سهلة في اي شيء اس بتروح لاي اس ستار دكتور اكزاكتلي إذن هون ال ال هي عبارة عن a n و n أكبر أو تساوي زيرو أو بقول له إيش بقدر أمثلها ب a star
طيب خلينا ناخذ هلا مثال امثله انتم حلوها سهلات حلينا زيهم كثير. اوكي هاي نحولها لجرامر يلا. عندي هاي اوكي يلا مين حول ليها يا شباب مطلوب اني احولها لجرامر بس بتروح للاي اي كابيتال اور يلا بطريقه ثانيه او اس بتروح ل بي اي كابيتال ليش احط اور دكتور اذا بتحط هيك او هيك عادي اثنتين صح بس انا في طلاب صاروا يلخبطوا يفكر الاس بتروح ل اي اي او بي اي مثلا تنتين نفس الرول رول واحد هذول تو رولز اوكي تمام والاي اي سمول ل بي اور اس بي سمول ل بي والبي لوين بروح؟ A or B وبروح لمدا كمان هلا إذا أنت حطيت A B بدها تروح ل A or B خلص كافي أوكي لا مش كافي طبعا هي لوب عندك ما لازم أحط A B كابيتال وB سمول B كابيتال البي بدها تروح ل A capital B أو B capital B أو B small B capital أو إيش؟ أو لمدة أو لمدة هيك القاعدة هي أضمن عشان ما حد ما يلخبط أوكي؟ لو كانت البي بتروح مثلا ل final state ب A أو B هون final وما عليها إشي أوكي it's safe إنك تحط B بتروح ل A small B small A small أو B small لأن هون loop بدك تمثل اللوب كيف بمثل اللوب هاد بي بدها تروح لوين؟ لاي بي. بدل الجرامر عشان يعمل لوب لازم اسم الفاريبل يكون موجود على اليسار وعلى اليمين. هاي بسيطة اتوقع سهلة وهاي سهلة. كلهم سهلين حاطينهم. اخذ مثال من عندنا. إذا convert the following finite automata into regular grammar. Q0, Q1, Q2
0 1 2 3. اوكي مين يحكي لهاي الفاينايت اوتوماتا ايش بتمثل؟ NFA. انا عارف NFA 100%، بس ايش اللانجوج اللي بتمثلها؟ A N A 2 N يا دكتور 2 N or انت مش or البي 2 N زائد 1 فردي 100% 2 N زائد 1. اوكي طيب ال الان طبعا هاي مش ان لازم تكون ام، هاي ما بقدر احط هون ان وان بطلت ريجولر، هيك احط هون ايش ام. دكتور انا في عندي شغله بس دقيقه، الان والام اكبر او تساوي زيرو. طب هلا في عندي حاله موجوده هون مش موجوده هون، هون على الأقل بيكون في عندك 1B بالضبط، هون بيكون في عندي A زوجي لحال بدون ولا B، فبعملها اتحاد مع إيش؟ مع إيش بعملها اتحاد؟ مع AN exactly، بعملها اتحاد مع A 2N تو مثلا غير ان هون هاي ان خليها او اوكي عادي من هاي اتحاد 2 ان اكبر او تساوي 0. انا ممكن يكون عندي الاله لحالها، لو انا هون على سبيل المثال ما عنديش هاي فاينل ستيت هون كان صح كلامك، لو انا هاي مش فاينل ستيت بس الفاينل ستيت هون هاي كافيه لحالها. دكتور ده سأل سؤال، فاينل ستيت يس ما اقدر احط بين ال A وال B بس علامه زائد اور يعني هون انت لاحظ انت مستخدم هون set builder مش مستخدم regular expression، يعني انا بدي امثلها ب regular expression كيف بمثلها؟ بمثلها A 2 N A، انا بستخدم N ب regular expression بس star عباره عن A A star اور مش اور، افتح قوس بدل عندي هنا ثلاثة او تنتين بي ستار بي هون يس بي دكتور بي اول بعدين بي بي لا عاد تفرقش، لو حطيت بي اول او بي الاخر ما حتفرق، هون لو اخذتها لمدة حتصير عندك بي واحدة، خد تنتين بي مع بي ثلاث، لو حطيتها هون او هون مش هتفرق معك صح؟ كلهم بي مهمة. اوكي هلا صفت اور لامدا تمام، لانه ممكن انا اخذ تنتين A ومن هون اخذ بس لامدا، حلو ممكن اخذ بي لحالها، فبريجولر اكسبريشن اسهل اني امثلها، هو نفس الشيء. Anyways انا لا المطلوب منا مش اننا نمثلها، المطلوب منا نحولها ل regular grammar. ايش الجرامر تبعها هاي؟ من Q0 ل Q1. هلا لاحظوا احنا اتفقنا انه الفاريبل لازم يكون كابيتال، فالافضل اذا كان عندك ستيتس هون تخليهم كابيتال لتر. Q0 بدها تروح لوين؟ A ل A Q1 اوكي or or B Q2 or if بس or lambda or lambda is final yes تمام. طيب وال Q1 A Q0 تمام Q1 بس A Q0
طيب بعدين عندنا ايش Q2 BQ3 BQ3 اور لامدا اور لامدا لانها فاينل ستيت والQ3 تروح لبي BQ2 Q2 واضح يا شباب اوكي تمام هل عنده اي سؤال في حد عنده اي سؤال يا شباب؟